مساء الخير، معكم الإعلامية ديانا النابلسي صاحبة مجلة ديانا سكوب ومن الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا سعيدة بتواجدي اليوم كضيفة شرف في هذا الحدث الضخم، حدث المميز والأول نوعه، معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات اللي موجود في إمارة الشارقة مباشرة من مركز إكسبو الشارقة. بدعوكم جميعاً لاقتناء أروع التصاميم وأجمل المجوهرات لكل المقبلين على الزواج. مكانكم المميز عنوانه في مركز إكسبو الشارقة، معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات اللي بتاريخ 3 أكتوبر لحتى تاريخ 7 أكتوبر. فكونوا على الموعد وتعالوا اكتشفوا بنفسكم أروع التصاميم.